السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوز تيوب، قناة الشباب المتميز. في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه من مراجعة على منهج شهر إبريل. الحلقة اللي فاتت رجعنا يونت 9، احنا النهاردة هنراجع مادة اللغة الإنجليزية، رجعنا يونت 9، وإن شاء الله في الحلقة دي هنراجع مع بعض يونت، هنراجع مع بعض اهم جمل الاختيار من متعدد multiple choice التي وردت في امتحانات المحافظات والادارات التعليمية المختلفة من 2014 ل 2020. خليكم معايا. ورجعت لكم مرة تانية، وزي ما قلنا قبل الانترو في الحلقة دي ان شاء الله هنراجع مع بعض مادة اللغة الانجليزية منهج شهر ابريل، هنراجع يونت 10 في الحلقة دي، وطبعا هتكون الاسئلة بتاعتنا choose the correct answer from A, B, C or D. بس قبل ما نبدأ بتمنى، عندي رجاء من كل الناس اللي بتفرج عليا، ما ينفعش يكون عدد المشاهدات يكون مرتفع وعدد اللايكات يكون قليل جدا. يا ريت لو سمحت ما تبخلش عليا بضغطة زر لايك، مفيدة جدا بالنسبة لي، مش هتكلفك كتير. يلا بينا نبدأ. بسم الله. Number one, we buy bread at the bakery. Excellent. At ومعناها عند أو في، بتمشي بمعنى عند أو بتمشي بمعنى في. Number two, I am not to the museum now. عندي كلمة now اللي معناها الآن من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر، وهختار I am going. Number three, a doctor works in a نقط. الدكتور طبعا بيشتغل في hospital. برافو. Number four, let's buy some books at the. طالما buy يعني نشتري البوكس، هنشتري الكتب، يبقى من البوك شوب. Number five, we buy نقط at the chemists. بنشتري ايه من الكيمستس؟ Excellent. Medicine. برافو. Number 6. May I not you? May بيجي بعدها الفاعل وبعد الفاعل مصدر. طب ايه هو المصدر؟ المصدر هو الفعل بدون اي اضافات عليه. يعني ايه الكلام ده؟ لو بصينا للفعل اللي موجود في الاختيارات اللي معانا، هلاقي عندي help، ولاقي عندي helps، ولاقي عندي helping، ولاقي عندي is helping. فين المصدر في دولي؟ هتبص تلاقي الفعل ده في اضافة اهي، اللي هي الاس دي اضافة، وهيلبنج الاي ان جي دي اضافه. كذلك هنا فين اللي ما فيهوش اي اضافه خالص؟ اللي هو ده، اللي هو هيلب، ما فيش اي اضافات عليه، هو ده بقى المصدر. يبقى انا هنا may I help you زي ما كانت فين في المحادثه. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتي هتكون help. Number 7. We buy bread at the. برافو. At the bakery. Number 8. We borrow books from the. Excellent. هنا بقى ما قالش buy books، قال borrow نستعير، يبقى الإجابة library. Number 9. She not at the hospital. Excellent. الأسئلة بتاعت was where بقى، اللي هو التصريفات الverb to be، اللي هي was where ومع الضمائر السبعة، لازم تكون حافظهم كويس عشان تعرف تحل الأسئلة دي. لو مش حافظهم يا ريت ترجع للمدرس او مستر الانجليش او المس الانجليش اللي انت بتاخد معاه، او الكتاب اللي انت بتذاكر منه، او اي فيديو على اليوتيوب هتلاقي فيديوهات كتير جدا، وراجع شوف ايه اللي بيجي مع ووز من الضمائر وايه اللي بيجي مع وير. طبعا انا عندي هنا شي، ايه اللي بيجي مع شي؟ هلاقي wasn't. excellent. number 10. we not at home yesterday. كلمة yesterday من الكلمة الدالة على الماضي، بالمناسبة معناها بالأمس يعني امبارح. طب يبقى أنا محتاج فعل ماضي. طب إيه اللي يمشي بقى مع فاعل الجملة اللي هو وي؟ برافو، وي وير. Number 11. Honey wasn't at the cinema last week. Excellent. At. Number 12. Was a good idea. برافو. It لأنها الوحيدة اللي بتمشي مع was. Number 13. They weren't at the pyramids. They weren't at. هنا معناها ايه؟ عند. Number 14.
She not at school yesterday. Bravo. She was. Number 15. We not at the museum yesterday. We. Bravo. We were. Number 16. I wasn't not at the bookshop. Excellent. I wasn't at. Number 17. He not at the chemist's. Bravo. He was. Number 18. They not at the restaurant. Bravo. They were. Number 19. He not at the department store last week. Excellent. He wasn't. Number 20. They weren't not at school yesterday. Bravo. At. Number 21. We not at the bakery. We were. Number 22. They not at the bookshop. Bravo. They were. طبعا الناس اللي حافظين تصريفات الفيرب تو بي وتقسيمها مع الضمائر ما يواجهش اي مشكلة في حل الاسئلة الخاصة بكلمة was where. Number 23. رجب نقط at the department store yesterday. برافو. لو انا شلت رجب وحطيت ضمير مكانها هحط الضمير هي وهي بتاخد was. Number 24. We نقط at the bakery last Friday. وبالمناسبة last Friday معناها الجمعة الماضية يعني الجمعة اللي فاتت يبقى أنا بتكلم عن زمن الماضي محتاج فعل ماضي يبقى الإجابة we were. Number 25 we watch films at the طالما عندك كلمة films على طول وانت مغمض اختار سينما. Number 26 the not help sick people at the hospital مين اللي بيساعد المرضى في المستشفى يا جماعة برافو the doctor. 27 purse is this رد على زميله قال له it's hers أداة الاستفهام كانت برافو whose اللي معناها ايه برافو معناها ملك من ملك من كيس النقود هذا. Number 28 هدى نقط at the restaurant yesterday لو انا شلت هدى وحطيت ضمير احط الضمير she وشي بتاخد was. Number 29 A doctor and a not work in a hospital. مين كمان بيشتغل مع الدكتور في الهوسبيتال؟ برافو. Nurse. Number 30. We have a nice not at the restaurant. Excellent. We have a nice meal. تناولنا وجبة جميلة فين؟ في المطعم. Number 31. Wasn't at the bookshop. ايه الحاجة اللي ممكن تيجي مع was الضمير يعني اللي ممكن يجي مع was طبعا ولا we ولا they ولا you مفيش غير هي اللي بتيجي مع was. Number 32 he was not at the kitchen مفيش at يبقى الاجابة in اللي معناها برضو في. Number 33 let's not at video games let's بيجي بعدها let's بيجي بعدها ايه يا جماعة بيجي بعدها مصدر الفعل طب ايه هو مصدر الفعل زي ما قلنا من شوية هو الفعل بدون اي اضافات عليه فهلاقي مثلا عندي هنا اضافة اهي يبقى ده مش مصدر وهنا في اضافة اهي برضو مش مصدر وده في اضافة اهي يبقى ده مش مصدر طب فين اللي مفوش اي اضافات هو play هو ده الفعل بدون اي اضافات عليه معلوش الاضافة دي ولا الاضافة دي ولا الاضافة دي. Number 34 A not is a place where you can buy and eat a meal ايه المكان اللي بتاكل فيه الوجبات A restaurant برافو. Number 35 A not is a place in which films are shown عندك كلمة films الإجابة وانت مغمض Excellent Cinema. Number 36 A bakery is a place where not and cakes are baked برافو bread. Number 37 is this not purse كانت ايه is this your purse انا محتاج هنا صفة ملكية. Number 38 let's لسه قايلين من شوية بيجي بعدها برافو بيجي بعدها مصدر الفعل يبقى الإجابة ايه
برافو. let's ask. number 39. look. he whispers not this. he whispers is this. علشان عندي this مفرد بيجي معاها is. number 40. maybe not it's. it's a. it's hers. زي ما كانت في المحادثة. number 41. is not your purse. قال yes it is. كانت is a. is this. عشان عندي is بتيجي مع المفرد. number 42. thank you so much. رد عليه قال له you are a. bravo. you are welcome. يعني العفو او على الروح بيوسع. number 43. I not at the zoo yesterday. I بتاخد. برافو. I بتاخد was. number 45. do you exercise in the morning. الاحظ الاقي كلمة in the morning دي فترة زمنية. يبقى ذات الاستفهام كانت بتسأل عن الزمن او الوقت. يبقى الاجابة when. برافو. number 46. what time does the film start. الاجابة it starts at 1:15. يبقى الإجابة الملحوظة بتاعتنا الساعات تاخد حرف الجر at. برافو. يبقى الإجابة at. number 47. do you go to work. رد عليه قال له by airplane. بيسأل هنا عن الكيفية حتى قال له بالطيارة. يبقى الإجابة يبقى أداة الاستفهام كانت how. number 48. we can read and borrow books from the. عندي كلمة borrow يا جماعة. يبقى الإجابة library. برافو. number 49. some children swim in the. برافو. in the creek اللي معناها بالعربي جدول ماء. number 50. is this your purse. yes not is. excellent. yes it is. عشان بحول كلمة this في الإجابة هنا لكلمة it. number 51. what was in the restaurant. الوحيدة اللي بتاخد was في الاختيارات اللي موجودة عندي كلمة it. number 52. I am hungry. let's go to the. excellent. let's go to the restaurant. أنا hungry. هروح فين؟ هروح الريستورانت. number 53. she buys new books at the. برافو. at the bookshop. لان هي هنا buy books مش borrow books. خد بالك. number 54. I buy cookies and bread at the. برافو. at the bakery. number 55. they not at the hospital. they بتاخد weren't. number 56. she wasn't not at the cinema. برافو. at. number 57. I can have breakfast in the. برافو. in the restaurant. number 58. we buy medicine at the. بنشتري الدواء طبعا من الكيمستس. ودي كانت اخر نقطة معانا. ياريت لو استفدت من الفيديو بكرر رجائي ما تبخلش عليا بضغطة زر اللايك. واكون شاكر وممتن جدا لو عملت مشاركة من الفيديو ده مع اصدقائك وزمايلك على الواتس او على الفيس. ولو دي اول مرة تشوف القناة ياريت تشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس. اهم حاجة يا جماعة الناس معظم الناس ما بتوصلهاش الحلقات عشان ما بيفعلوش زر الجرس. فعل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بكل الحلقات اولا باول. ولو عندكم اي استفسار بخصوص اي نقطة جت في الحلقة اكتب لي استفسارك في كومنت. ولو ما عندكش اي استفسار انزل صل على النبي في تعليق من التعليقات. وبشكركم جدا. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.